جاريد زوبا في موقع المونيتور: البنتاغون ينفي قيام الجيش الأمريكي بقطع الطريق البري الإيراني إلى سوريا. يشدد الكاتب على أن نفي البنتاغون صحة التقارير حول قطع الجيش الأمريكي طريق الإمدادات الإيرانية البرية بين العراق وسوريا لا ينفي أهمية معبر القائم المكمل، وهو الطريق الرئيسي للميليشيات المدعومة من فيلق القدس لنقل الأسلحة والأفراد إلى سوريا، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من منطقة القائم عام 2020. ويضيف الكاتب أن البنتاغون يراقب عن قرب زيادة التعاون الإيراني الروسي في سوريا، وهي منطقة الحدود العراقية السورية خاصة، لا سيما بعد التحرشات الروسية بالقوات الأمريكية في قاعدة التنف مؤخراً. ويختم بالقول إن من شبه المؤكد أن التحرك الأمريكي العلني في البوكمال التي تسيطر عليها قوات النظام السوري سيؤدي إلى تصعيد كبير. جان بيار لورانس في موقع ستارز أند سترايبس: عدم إحراز تقدم في تدريب شركاء الولايات المتحدة في سوريا والعراق يثير مسألة الإخفاقات في الشرق الأوسط. يشير الكاتب إلى تقرير الجيش الأمريكي للكونغرس بخصوص إحراز تقدم ضئيل في بعض جهود البنتاغون في تدريب قوات الأمن في العراق والحلفاء في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما يخشى منه بعض المحللين الأمريكيين لجهة إثارة المخاوف من احتمال تكرار الانهيارات العسكرية السابقة أمام داعش في العراق. ويختم الكاتب بدعوة واشنطن لتبني استراتيجية شاملة وطويلة الأجل لمواجهة هذا الواقع دبلوماسيا، من خلال تبني استراتيجية تحاول معالجة قضايا مثل الصراع بين تركيا والأكراد وسوء الحكم في العراق والنفوذ الروسي والإيراني في المنطقة.